إن العبد ليتصدق بالصدقة ويكون البلاء قد نزل. ليلة القدر هي ليلة عظيمة نزل فيها القرآن الكريم. إني أحوج بها منه صلى الله عليه وسلم، إني أريد أن أجعلها في كفني يوم أن أموت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونور عيوننا محمد عبد الله ورسوله. أيها الإخوة المؤمنون، نحن مع بداية شهر رمضان الكريم نقدم أحلى التهاني، نقول بالخصوص لسكان حي بوحة بالعربي: رمضانكم مبارك وكل عام وأنتم بخير، وأعاد الله عليكم رمضان سنوات عديدة في طاعة الله وفي رقيه. بمناسبة هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان الكريم الذي به تتحصل على التقوى، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، أي أن هذه فرصة لك أيها المسلم كي تهتدي، كي تنال سبيل الهداية، تتبع سبل الأنبياء والرسل منذ آدم إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بهذه المناسبة الشريفة يتشرف مسجد الشيخ محمد العيد آل خليفة أن يقدم لكم سلسلة مذاكرات حول قيم إسلامية ومعاني إسلامية بخصوص شهر رمضان في دقائق معدودة من طرف المشايخ الكرام: الشيخ الدكتور فؤاد بولحبال والشيخ مبروك مساهلي إمام المسجد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أهل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. في هذا الشهر الكريم بإذن الله تبارك وتعالى ستكون هناك سلسلة من الدروس عن طريق صفحة مسجد محمد العيد آل خليفة بحي بوحة العربي بعين مليل. سنركز فيها على جانب من الجوانب نريد أن نحياه في قلوبنا، ألا وهو جانب الأخلاق. نقول هذا الجانب الذي افتقدته الأمة الإسلامية كثيرا اليوم. أخلاق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كانت بحد ذاتها معجزة، ويا ليتنا نعود فنتعلم من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أن شبابنا اليوم أصبح يأخذ كل شيء من الغرب طبعا في القشور فقط، ويا ليتهم أخذوا من الغرب الحضارة ومن الغرب حسن الإدارة. لذلك أردنا إن شاء الله عز وجل من خلال هذه السلسلة من باب قول الله عز وجل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، سنركز فيها أيها الإخوة الأفاضل، أيها الصائمون والصائمات، عن الجانب الأخلاقي. وبإذن الله تبارك وتعالى نحاول أننا نغير من أنفسنا إلى الأحسن، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والسلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد المصطفى الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، وأننا في هذا الشهر الفضيل، شهر القرآن، شهر التوبة، شهر الإنابة، شهر الرجوع إلى الله، شهر البركة، فشهر رمضان هو مدرسة تعلم الإنسان، تربي الإنسان. إذن فالشيء الذي أود أن أركز عليه وهو: ماذا تعلمنا من مدرسة رمضان؟ ما هي الأخلاق الفاضلة التي تعلمناها من رمضان؟ كيف نحافظ على مكاسب رمضان بعد رمضان؟ هذا هو الشيء الذي نريد أن نركز عليه جيدا.
كيف نحافظ على مكاسب رمضان بعد رمضان، كيف أن الإنسان في رمضان يحافظ على الصلاة والصيام والصدقة وصلاة الفجر وصلاة الجماعة، ولكن يتأسف الإنسان عندما يخرج رمضان ينفلت. إذن هناك نقطتين أريد أن أركز عنهما. أولا الحذر من الشيطان، يجب على الإنسان أن يحذر من الشيطان. كيف بك وأنك في رمضان تحافظ على الصلاة وعندما يخرج رمضان تنفلت وتتكاسل وتتهاون؟ فبالتالي أن الشيطان يفرح لأنك كنت في طاعة الله جل وعلا ثم انفلت من هذه الطاعة. والنقطة الثانية، إياك والهبوط من الهمة العالية، إياك ثم إياك والهبوط من الهمة العالية. كيف أنك كنت تجتهد في رمضان وبعد رمضان تكاسلت وتهاونت؟ فلنتقي الله عز وجل في أنفسنا، فنسأل الله عز وجل أن هذه السلسلة الرمضانية تكون إن شاء الله تعالى تكون عبرة ودروس للناس وهداية للبشر. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. في ختام هذه الحلقة أود أن أذكر إخواني المشاهدين، أريد أن أذكركم بالخصوص حول معنى الأخلاق الذي تكلم عليه الدكتور فؤاد بوالحبال، مواضيع الأخلاق. خلاصة لمواضيع الأخلاق، لما سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان قرآنا يمشي، أي أن جميع الأخلاق الحسنة وجميع الأخلاق الفاضلة تجدها في القرآن، فما عليك إلا بتدبر القرآن وأنت في شهر القرآن، شهر رمضان، شهر الله المحرم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.